يعني زي ما انت تفضلت في كثير من المخارج، في كثير من الامكانيات. الفقره اللي انت تتحدث عنها هي فقره رقمها 1109 في الاتفاق، تقراها: يتلقى البائع لهم الجماعه في الكيان الصهيوني ضمانا تصدر حكومه الولايات المتحده او وكاله ائتمان تصدير فيما يتعلق بالتزامات المشتري اللي هو احنا بموجب هذه الاتفاقيه، وتكون هذه الكفاله بشكل وشروط مقبوله من البائع. الحقيقه يعني مش واضح كثير كيف سيتم الضمانات، ولكن على ترجمت هي مترجمة ولكن على الأقل يعني هذه توضح حجم الضغوط الأمريكية والتدخل الأمريكي فيما يتعلق بإنفاذ هذه الصفقة، لأنه على الأقل جزء من أصحاب المصلحة في تصدير هذا الغاز هي شركة نوبل أنرجي الأمريكية. أنا بس بدي أرجع لمعلومة أنا لم أقولها في السابق وسأقولها اليوم على البث المباشر. السعر ليش لهالدرجة إحنا عم نقول إنه هو مؤشر كبير على أنه هناك فساد وهناك إشكالية كبرى في هالاتفاقية؟ هاي السعر موجود بحسب نص الاتفاقية، أدنى سعر ممكن نحصل عليه لأنه السعر مربوط بخام برنت، أدنى سعر ممكن نحصل عليه هو 5.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأعلى سعر ممكن هو 11 دولار لكل مليون وحدة حرارية. هذا أدنى سعر وهي أعلى سعر. هاي الاتفاقية توقعت يوم 26/9/2016 مزبوط بشكل فعلي. بشهر 4/2016 يعني قبل ما تتوقع هاي الاتفاقية بخمس أشهر، شركة الكهرباء الإسرائيلية أعلنت، وهي الإعلان معاي وإحنا وديناه للحكومة وديناه للرأي العام وديناه لكل الناس، أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية إنها لا تريد أن تستخدم الغاز المنتج من قبل الحقول المسروقة في الكيان الصهيوني لأنه سعره حسب ما هو مكتوب هون 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتريد أن تستورد من بريتش بتروليوم من السوق العالمي على 4.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية. يعني اللي وقع هالاتفاقية قاري قبل خمسة أشهر هاي القصة وإحنا معطينه إياها بالإعلام. طب إيش هاد؟ ما هذه الكارثة؟ الكارثة الثانية جوا الاتفاقية، الكل يسمع بالله شو مكتوب فقرة 19/4/15: يؤكد المشتري اللي هو الطرف الأردني ويوافق على أنه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنح المشتري أي حقوق أو مطالبات ضد الشركاء في حق الليفايثن هم فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية، ولا يتحمل الشركاء في حق الليفايثن تحت أي ظرف من الظروف أي التزام أو مسؤولية أيا كانت في القانون أو في العقد تجاه المشتري اللي هو إحنا فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية. يعني مستضعفينا بالعالم، يعني الجماعة اللي من طرفنا إحنا شركة الكهرباء الوطنية وكفالة والحكومة بتكفل والأمريكان بكفلوا وإحنا منوقع إن هم معفيين من كل الشروط والمسؤوليات. يعني هذا زي كأنه نيشان لازم نحطه، يعني إحنا مبسوطين إنه عم نتعامل معكم. يعني نيشان هيك إحنا بنحكي نتأمل خيرا بإلغاء هذه الاتفاقية، ولكن كل من وضع يده في هذه الاتفاقية يجب أن يسأل ويحاكم.